تعليق صغير، مش عايزين نحكم على المدير الفني قبل ما يجي، محدش بيحكم على حد قبل ما يجي ويشوف. كل يعني المديرين الفنيين اصحاب السيفيهات الكبيره ممكن جدا يقابلهم فشل، ممكن جدا اصحاب السيفي اللي حضرتك ممكن تشوفهم السيفي لائق يحقق نجاحات كتيره، وعندنا امثله كثيره جدا جدا. خلوا اداره النادي الاهلي هي القادره على الاختيار الجيد، وكلنا ودايما دي مدرسه النادي الاهلي وولاد النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ايا كان موجود مين هنكون وراه بنسنده بعيدا عن الانتقادات، بنشوف شغله ونقيمه تقييم عملي زي ما قلنا على الكابتن سامي قمصان قيمناه في يمكن الفترات اللي فاتت، وعندنا مدير فني واعد وكادر جديد يفرزه النادي الاهلي للكره المصريه.